صراحة في وقت بتيجي عليك كده تقعد تفكر كده، هو المدرب ده ظالم قوي ولا مظلوم؟ بصراحة لو قعدت افكر في وضعية منذ الإجبار مع المنتخب التونسي، احنا محتاجين نتكلم بالعقل وبالمنطق. منذ الإجبار لما الجمهور قال ان المعز حسن وفرجاني ساسي عندهم مشكلة، اول ما استبعدهم الإعلام والجمهور قام عليه. طب لو جبتهم لا ما تجيبهمش، هم مستواهم سيء. طب ولو ما جبتهمش لا انت راجل ظالم وظالم، وليه ما بتجيبش المعز حسن وليه ما بتجيبش فرجاني ساسي؟ طب لو جبتهم برضه مش هيعجب. طب فاروق مصطفى يلعب اساسي عشان خاطر عنده خبرات؟ لا ما يلعبش اساسي. طب هلعب ايمن دحمان علشان هو جون كويس؟ لا ما عندوش خبرات. طب عايزين مني ايه؟ طيب طب فراس بالعربي وسيف الدين الجزيري مهاجمين كويسين صح؟ لا انت ظلمت عصام الجبالي صح. طب دلوقتي معلش يعني في اصابه حصلت لسيف الدين الجزيري بالكوفيد، وفي اصابه حصلت لفراس بالعربي في مباراته الاخيره في الدوري الاماراتي. طب تمام هنرجع بقى عصام الجبالي، مرضيين راضيين؟ لا مش راضيين. ليه؟ اصل في مشكله، اصل القائد يوسف المساكني جاله فيروس. طب انا مال انا ومال العوار بتاع يوسف المساكني؟ طب معلش اطلع بره لنا الاختيارات بتاعتك. طب اطلع بره لنا ليه استبعدت فرجاني واستبعدت معز حسن ليه؟ وتلاقي ان انت مش فاضي انك تشتغل، ويوم ما تقرر تنفض للاعلام ومش هترد عليهم تنزل تعمل تمرين تلاقي النور راح. والله بجد يعني نزل عمل تمرين لقى النور راح، الله اكبر عليك. طب بصوا احنا ناخد البعثه كده ونسافر على الكاميرون ونسيبنا من كل المشاكل اللي احنا عايشين فيها هنا في تونس. معلش ما هو في مشكله ايه؟ مفيش هدوم بس للمنتخب هتوصل لك، لان احنا مفترض ان الشركه الراعيه واتحاد الكوره لما ودوا اللبس للمطار نسوا يدفعوا على الجمارك. طب معنى كده ان ايه؟ ان احنا هنسافر ونستنى الهدوم هناك؟ والله بجد المنتخب التونسي مسافر من غير تيشرتاته من غير قمصانه من غير ترنجات بتاع المنتخب، يعني اللي هو لا اله الا الله لا اله الا الله والله بجد. وفي الاخر يجي يقول لك ايه؟ منذر الاجبار مدير فني فاشل. ماشي منذر الاجبار مدير فني فاشل ما عنديش فيها مشكله، بس في مشكله في الاعلام وفي مشكله في المنظومه كلها. انتوا مشاكلكم كلها شبه المشاكل اللي عندنا هنا في مصر، احنا عندنا مشاكل في المنظومه ومشاكل في الاعلام ومشاكل استغفر الله العظيم في الجمهور. فالمشكله بتاع المنتخب التونسي دي بصراحه نفسي اكون مطمن على المنتخب التونسي قدام مالي. لا معلش ما محمد درجر عنده اصابه مش هيلعب ماتش مهالي، ده غير ياسين مريح اللي اتصاب في كاس العرب. انا لو من منذ الاجبار بصراحه ما اعرفش اعمل ايه بصراحه، يعني انا لو من منذ الاجبار مش هعرف اعمل ايه. الفيديو ده مش دفاع على منذ الاجبار، الفيديو ده احنا بنتكلم فيه على مشاكل بيواجهها منذ الاجبار مع الاعلام والصحافه التونسيه. انت بقى لو مكان منذ الاجبار هتعمل ايه غير انك هتقرر تستقيل؟ فهمني بجد والله، انت لو مكانه هتعمل ايه؟ هترضي الناس دي كلها ازاي؟ وفي الاخر نرجع نقول ان التدريب مهنه البحث عن المتاعب، ولما بيخش المجال بيقول لك خلي بالك ان انت يا تتجنن يا يجننوك، يعني كده كده بسم الله ما شاء الله رايح للطريق لا محاله. لو عجبك الفيديو قول لي النبي بس والنبي امان عليك قول لي بس، لو انت مكان منذر الاجبار هتعمل ايه؟ ولو ما عجبكش الفيديو قول لي ايه الفيديو مش عاجبك، وانا مش بدافع على منذر الاجبار وارجع اقول لك تاني وتالت ورابع، انا مش بدافع على منذر الاجبار لان انا لما كان منذر الاجبار انا مش عارف اتعامل ازاي بصراحه.